مساء الخير عليكم. النهارده احنا معاكم من ميدان التحرير في جمعه رد حق الشهيد او جمعه رد اعتبار ابطال محمد محمود، واللي دعا عليها اكتر من 60 حركه وائتلاف، من ضمنهم جمعيه وطنيه للتغيير وشباب من اجل العداله والحريه للمحاكمات العسكريه وغيرها من الحركات والائتلافات اللي معظمها شبابيه. دعت للجمعه دي عشان تطالب باسقاط المجلس العسكري استكمالا لمطالب اعتصام التحرير، وكمان يعني محاسبه كل المسؤولين عن شهداء ومصابين شارع محمد محمود، وايضا شهداء ومصابين اللي يعني من منذ بدايه الثوره اللي لغايه دلوقتي مش عارفين ياخدوا حقوقهم. في نفس الوقت في ميدان العباسيه برضو مليونيه تانية تم الدعوه ليها من قبل مجموعات من الناس اللي هم بيطالبوا بالاستقرار وبقاء المجلس العسكري، لان هم شايفين فيه ان هو يعني رمز الاستقرار في البلد، وان هو الجهه الوحيده اللي ممكن تقدر تدير البلد في المرحله الانتقاليه، في حين انه اعتصام ميدان التحرير يعني ابتداء من جمعه تسليم السلطه وحتى احداث الشهيره اللي حصلت في محمد محمود، بعد كده الاعتصام طول الوقت كانوا بيطالبوا بتسليم الفوري للسلطه المدنيه. خليكم معانا النهارده، تابعوا في ميدان التحرير وميدان العباسيه لحظه بلحظه. المهندس رأفت محمد سعيد احد المشاركين في مليونيت النهارده، هو حضرتك يعني مشارك اصلا في الاعتصام ولا جيت بس النهارده؟ لا جاي النهارده. طيب حضرتك جيت ليه؟ جاي طبعا عشان حق الشهداء، وان احنا الناس اللي هي دمها راح في الميدان، والناس اللي استشهدت عشان الثوره، وعشان نقدر نروح صناديق الانتخاب ونقول كلمتنا بحق وبصدق. طيب يعني صناديق الانتخاب بالفعل الناس بدات تروحها، يعني هل في نفس الوقت لسه في داعي للتظاهر في وجهه نظرك؟ طبعا في داعي للتظاهر، في داعي للتظاهر، لان طبعا الـ 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 الوضع ما اتغيرش. لسه النظام زي ما هو قائم، لسه بيحكمونا بعقليه مبارك، نفس المجموعه، المشير والمجلس العسكري بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب، بنفس المنطق. يعني الـ 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 الناس اللي استشهدت في يوم 19 و20، انا ما نزلتش في 25 يناير، وما وكانش ليا حظ ان انا انزل في 25 يناير، انما الموقف، المنظر الرهيب اللي شفته يوم 20 من الشرطه العسكريه والامن المركزي وهم بيسحلوا المتظاهرين ويموتوهم ويشدوهم ويرموهم على الزبالة، فده طبعا يعني خلاني ما قدرتش أتحمل هذا الموقف، ولازم أنزل ولازم أقف ولازم نستنى لغاية لما النظام كله يتغير ونحس إن احنا في ثورة فعلا، والثورة لسه هتفضل مستمرة لغاية لما نحس إن احنا ابتدينا ناخد إجراءات جديدة ونضيفة ونطهرنا المؤسسات كلها من النظام الفاسد. طيب بدأت تظهر مليونيات تانية زي في ميدان العباسية اللي بتدعو للاستقرار وببقاء المجلس العسكري، في حين ان التحرير بيطالب اسقاطه، فايه رأي حضرتك فيه؟ طبعا دول يعني هم حرين في رأيهم، وهم ليهم اسلوبهم وليهم منطقهم، بس طبعا ده ما يغيرش من الواقع اللي احنا شايفينه واللي شافته الدنيا كلها واللي شافه العالم كله. اللي حصل في يوم 19 و20 11 اكتر بكتير من اللي حصل يوم 25 28 يناير. احنا ما شفناش العدلي كان بيقذف الناس بالغازات المسيله للدموع. احنا ما شفناش لا كان بيحصل مسيله للغازات، ولكن المره دي يمكن كانت بكثره، وكان النوع نفسه الاهانه اللي احنا ما كانش فيه الاهانه اللي كانت موجوده للناس. الناس تتسحل وتتسحب من الارض، وميت يبقى ميت مرمي على الارض، وواحد بيضربه بعصايه والتاني ياخد العصايه منه بدل ما يسحبها منه، لا يروح واخده وضارب تاني بالعصايه على واحد ميت، واحدة تتشد من شعرها وتترمي على الأرض. ما حصلش، ما شفناش ده، أنا ما شفتش ده أيام العدلي.
يمكن عشان وقتها ما كانش ده بيتشاف في الاعلام. دلوقتي يمكن الاعلام باين لكل حاجه. بصرف النظر حضرتك دلوقتي كل حاجه هتحصل وكل تجاوز هيبان، كل تجاوز هيتعرض وكل حاجه هتحصل، ولازم كل ده يتحاسب، ولازم يتحاسب المشير، ولازم تحاسب المجلس العسكري وكل الناس اللي مسؤولين على 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 اللي حصل يوم 19 و20 بصراحه وبصدق وبامانه. معايا شريف الروبي عضو المكتب السياسي بحركه شباب 6 ابريل الجبهه الديمقراطي. اهلا بيك. اهلا بيك. النهارده جمعه رد اعتبار ابطال محمد محمود او جمعه رد حق الشهيد، يعني ايه رايك في ميدان التحرير وفي شكله النهارده، التوافد المسيرات؟ سمعنا ان في مسيره جايه مصطفى محمود، لو تعرف اكتر عنها. هي مسيرة مصطفى محمود بالفعل دخلت دلوقتي من اتجاه قصر النيل، فيها حوالي 10,000 او 15,000 متظاهر. الميدان بعد الحرب الإعلامية الشوعاء اللي عملها الإخوان المسلمين والجماعات السلفية ضد ميدان التحرير وضد صوار ومعتصمي ميدان التحرير، وبعد الحرب الجامدة جدا اللي عملها المجلس العسكري ضد ميدان التحرير بالبلطجية وأنصاره اللي بيدخلهم الميدان على إنهم صوار، كل ده بيضعف من اليوم. ولكن اليوم فعلا في تواجد في الميدان لافراد من البلطجيه اللي مش تابعين لاهداف الميدان؟ لا طبعا في موجودين اللي هم بيتمثلوا في الباعة الجائلين، الباعة الجائلين اللي احنا طلعناهم من يومين والى الان ما حاولوش يرجعوا تاني. ده لان هم كانوا مسؤولين علينا وان هم تحريات عسكريه بالفعل، مش مجرد صور ولا مجرد باعة جائلين جايين يسترزقوا من الميدان التحرير. تحريات عسكريه دي معلومات يعني مهمه قوي وخطيره، فمش يعني ازاي تقدر تاكد ده؟ يعني طيب ده جبته من ان هم دي نفس الاشكال اللي كانت موجوده معنا في اعتصام 8 يوليو، وهم دي الاشكال اللي اتقلبوا علينا في يوم 1 رمضان وكانوا بيمسكوا الصور ويسلموهم للشرطه العسكريه لما الشرطه العسكريه اقتحمت الميدان. هم دول نفس الباعة الجائلين اللي كانوا نفس الوشوش. انتوا فاكرينهم لقيتوهم هم نفس الوشوش، ولكن وجود الاكشن الجامد جدا اللي كان في شارع محمد محمود لسه الناس ان دول هم التحريات العسكريه او دول بلطجيه داسسهم المجلس العسكري لافشال الثوره والالتفاف على الثوره وكذلك. ولكن احنا النهارده بنطالب بحق الشهيد ورد اعتبار الشهيد، بنطالب باعدام الضابط بتاع قوات الامن القناص. هل الضابط ده هو المشكله؟ يعني الضابط ده يمكن كان حظه وحش ان هو اتصور، فاكيد كان في غيره بيعملوا ده، فهل محاكمه الضابط ده يعني هي اللي هترد اعتبار الشهداء؟ لا مش هترد اعتبار الشهداء، اللي هيرد اعتبار الشهداء واللي احنا بنطالب بيه بالفعل حكومه انقاذ وطني من الصوار، محاكمة رموز الفساد حقيقي، محاكمة حسن مبارك محاكمة حقيقية بالفعل. دلوقتي جريدة الوفد وكذا جريدة أعلن أنه مش موجود بالفعل في المركز الطبي، وأطالب بمحاكمة المشير طنطاوي على استخدامه العنف المفرط ضد المتظاهرين، استخدام خمس أنواع قنابل مسيلة للدموع وسامة سببت في إنشاء خلايا سرطانية عند بعض الأشخاص. المشير طنطاوي اللي ادعى بعد كده أنه ما ضربش وأن المواطنين هم اللي ضربوا، بطالب بمحاكمه منصور العسوي نفسه اللي طلع قال احنا ما ضربناش، وتاني يوم طلع قال انا ما بديرش وزاره الداخليه، اللي بيدير وزاره الداخليه لواء من المجلس العسكري. امال انت كان دورك ايه؟ المجلس العسكري الى الان ليس لديه اي نيه لانتقال السلطه او لتحويل مصر الى بلد ديمقراطي ذات سلطه مدنيه حقيقيه. حتى بعد ما المجلس العسكري بقى عنده خطه واضحه لتسليم السلطه، وبالفعل الخطه يعني ماشيه بشكل صحيح زي ما احنا شايفين، الانتخابات البرلمانيه بدات مرحلتها الاولى، ويعني الناس انتخبت بنسبه كبيره جدا وصلت ل 70% تقريبا. انا ما بشوفش ان الانتخابات دي خطوه اولى على طريق الاصلاح. الانتخابات دي محدد لها من 3 شهور، وقسموا البلد ما بين علماني وليبرالي وسلفي واخواني، واخدوا التيار الديني والتيار الاسلامي ضد التيارات الاخرى وضد الشعب المصري، وده بالفعل حدث الان ان الشعب المصري او الكتله الصامته من العمال والفلاحين والناس الغلابه اللي موجودين في الشارع هم ضد ميدان التحرير، لان الاخوان المسلمين المجلس العسكري استخدم الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الاسلاميه ضد ميدان التحرير بالفعل في الشارع، ان هم بينشروا في الشارع دلوقتي ان احنا بلطجيه وان احنا عملاء لامريكا، وبدات عمليه التخوين مره اخرى تظهر بعد ان اختفت تماما. طيب بدات كمان تحصل مليونيات في ميدان العباسيه بتطالب بالاستقرار وابقاء المجلس العسكري، يعني فايه رايك في ده؟
والله المليونيات ديت يعني هل يعني لا عايز اقول برضو حاجه انه كمان بدا ميدان التحرير يفقد جبهات كتير من الناس اللي كانت في ميدان التحرير، بدات يمكن الاعداد تقل، يمكن اعداد المؤمنين دلوقتي بالمطالب دي اقل شويه، يمكن ما بقاش فيه كمان زي ما انت قلت الشعب العريض الفئه العامه من الناس ما بقتش مع ميدان التحرير قوي دلوقتي، سواء بقى بسبب المجلس العسكري او بسبب التيارات الدينيه، ولكن ده الوضع. فانتوا دلوقتي يعني هيبقى ايه الوضع بعد كده او ايه اللي بتفكروا فيه؟ الوضع ان احنا مستمرين بمجموعات داخل ميدان التحرير في الاعتصام بالتوافق مع القوى السياسيه الاخرى، ولكن احنا عندنا ايضا مجموعات اخرى بتنزل الشارع، ان نزل الشارع من يوم السبت ان شاء الله تحتك بالشارع، تبدا تثقف الناس، تبدا توعي الناس ايه اللي عمله المجلس العسكري وايه اللي ما عملوش، ايه اهداف الثوره الحقيقيه. اهداف الثوره الحقيقيه مش ان احنا نشيل مبارك ونجيب جنزوري، ولا لازم حكومه ثوريه، ولازم دوله مدنيه حديثه، لازم اليه ديمقراطيه حديثه، لازم كل مطالب الثوره تتحقق. الشعب بيضحك عليه باسم الدين، لان الشعب المصري شعب عاطفي لدينه، ان كان مسلم ولا قبطي، شعب دايما مهما بيحصل اي حاجه بتمس الدين عاطفته بتتجه الى الدين مباشره، وهو ده اللي بيستخدمه الاخوان والسلفيين، واللي بيستخدمه المجلس العسكري مع الشعب ضد الصور الحقيقيه. الرجال اللي عاملين دروع بشريه حوالين المسيره بيحاولوا يحموهم عشان هم ستات، يعني زي ما احنا شايفين يعني بيهتفوا بنفس المطالب اللي الناس نزلت عشرها النهارده، وهي اسقاط المجلس العسكري ومحاكمه كل المسؤولين عن شهداء شارع محمد محمود وشهداء الثوره عموما. معايا والدة ووالد الشهيد عادل امام اللي بنام دلوقتي داخل المسيرات اللي بتجوب مدينة التحرير. ابن حضرتك مات امتى يا حاج؟ نعم يوم 21. 21 ازاي؟ جه من الشغل والشطف ولبس ونزل من غير ما يقول لي، وراح الأخزخانة جاب قطني وشاش وسأل زمايله قالوا لي ده نزل التحرير. بقت قاعدة قلقانة عليه. الساعة 3 بالليل ما جاش لغاية الساعة 6 الصبح. بعدين ببص في التلفزيون لقيته نايم على وشه في شارع محمد محمود. قلت مش هو، نزلت دورت عليه في الشوارع كلها، وبالليل قالوا لي اللي هو اللي مات. ابوه قال لي هو اللي مات. الله يصبر قلبك يا حاج، باذن الله ونعم الوكيل. هو مات ازاي طيب؟ ايه الاصابه؟ اتضرب برصاصه جنوص. جنوص حي؟ بتوضح حضرتك والده برضه؟ والده عادل امام. هو ايه الطريقه؟ طلقه ناريه بقناصه داخله في المخ وطلعت من رقبته، فجرت المخ. ده اللي اثبتته التقارير الطبيه. بصي انا دخلت المشرحه جبت ابني من جوه وحلفت الدكتور قلت له يجيبك من ربنا اكتبه، وده من الداخليه، ده اساسا من الداخليه، لان الداخليه كلها كانت في محمد محمود فوق العماير مستخبيه بقناصه.
ومش ابني بس. انا عارفه انه مفيش اي حاجه طبعا تعوضكم قبلكم، بس ايه اللي ممكن على الاقل يطفي نار شويه؟ انا ممكن بالطلب، يعني عايزه بس حق البلد كلها وشباب البلد اللي راحت كلها، مش ابني بس، حق البلد. هو لو ابنه يديله بالجزمه في دماغه ويرميها كوم زباله، انا نفسي افهم. هو مفيش رحمه عنده؟ دول علم مكلفه. انا ابني انا مش متعلم، ابني صنايعي، بس حرام حرام اللي اتعمل دوت في البلد. بلدنا دي مصر ام الدنيا، ليه يتعمل فيها كده؟ انا نفسي افهم ايه اللي جرى للدنيا. ليه انا بعيط على اولادي؟ العيال كلها، مش عيالي بس، مش ابني اللي مات لوحده، الشباب كلها. وبقول لأهل مصر كلهم، خليكم ورا الطنطاوي لما يمشي من البلد، عشان حرام، عشان اهل البلد دي راحت. احنا روحنا خلاص، عيالنا راحت، يبقى احنا روحنا. معايا اشرف الابيض من حركه شباب من اجل العداله والحريه. اهلا بيك يا اشرف. اهلا بحضرتك. كنت بتقول ان انت لسه راجع من ميدان العباسيه. هو مش ميدان العباسيه، هو اولا احب افهم الناس ان مش ميدان العباسيه، ده الطريق اللي بيؤدي لميدان العباسيه اللي هو بيقع امام اداره الامن العام. حرفيا شكله مش ميدان يعني طبعاً. وهو يعني اللي داعي للمليونيه دي انا عارف ان هو قاصد المكان ده، لانه لو اختار ميدان العباسيه، ميدان العباسيه مش هيبقى فيه اي كثافه للناس اللي راحه هناك. هو مختار الطريق المؤدي لميدان العباسيه اللي بيقع ما بين ظهر برج مصر مصر للسياحه واداره الامن العام. تمام. العدد قد ايه تقريبا؟ يعني من وجهه نظري كده عشان نبقى منصفين، مش هيزيدوا عن 5000. من وجهه نظرك يعني؟ من وجهه نظري الشخصيه طبعا، لان انا مش حد جغرافي يعني، مش بتاع مساحه. لكن هو العدد لو انا مثلته هنا على ميدان التحرير، اعتقد ان هو ممكن يكون يساوي الصينيه فقط، مش ميدان التحرير. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا لاحظت هناك حاجة غريبة جدا، إن الناس اللي داعية للمليونية، أنا رحت عند ساعة صلاة الجمعة، ساعة صلاة الجمعة واضح جدا إن الناس اللي جاية دي جاية عندها مهمة بتؤديها. بعد صلاة الجمعة الوضع مختلف شوية. بعد الصلاة الناس اللي نازلة تهيص. هو بصراحة رفع عننا عبء هنا في ميدان التحرير، هو رفع عننا عبء الناس اللي جاية تتفسح، فهي تروح تتفسح هناك أحسن. تمام. لكن اللي انا لاحظته والخطوره اللي انا لقيتها هناك، ان هو جايب رموز الثوره بتاعت اللي قامت عليها. زي مين يعني؟ مثلا زي ابراهيم عيسى. طبعا دكتور محمد براده ده ضده، ده مش هنتكلم عليه. لكن ابراهيم عيسى، شادي الغزالي حرب، اسماء محفوظ، اسمها ايه يعني، رموز الناس اللي قامت على اكتافها الثوره واحنا معاهم، احنا ما بننسب لهمش حاجه. اشهر النشطه يعني، اشهر النشطة يعني احمد ماهر. مش عايز بقى اقول عشان ما انساش حد، لكن الناس اللي ما يختلفش عليهم اتنين، الناس اللي اتسحلت قبل النظام البائد ما يمشوا. تمام. طيب انا دلوقتي صورهم هناك وعاملين عليهم علامات اكس. تمام تمام. طيب انا دلوقتي في سؤال مش عارف مين يجاوبني عليه. الدوله سالك برضو، ما انتوا يعني في ميدان التحرير هنا اكيد في رموز احنا رافضينها فعاملين اكس عليها. يا فندم الفرق ان الرموز اللي عندنا هنا وعاملين عليها اكس لا يختلف عليها اتنين ان هم افسدوا الحياه السياسيه في مصر، والرموز اللي هناك لا يختلف عليها اتنين برضو ان هم على اكتافهم قامت ثوره. تمام. والا الحكومه بتاعتنا وعلى راسهم المجلس العسكري يعترف ان مفيش ثوره، يبقى كده فعلا الشعب بيعبر عن رايه في اي حته إن كانت. لكن اللي بيحصل دلوقتي انا اعتبر ان هو ما يختلفش عن اللي كان بيعمله مبارك، في انه بيخلق جزء من الشعب يقول نعم مبارك وجزء من الشعب طبيعي بيقول لا مبارك، وتحصل الفتنه ويحصل وممكن تحصل معركه جمل تانية. فانا من هنا بنادي، هم برضو يعني ميدان العباسيه بعيد تماما عن ميدان التحرير، فموقعات جمل واشتباك مباشر مستبعده شويه. موقعات الجمل لما قامت في البدايه ان كل حي طلع خمسه او سته يقولوا نعم لمبارك، وطلعوا من كل حي شويه، ومش هم دول اللي عملوا موقعات الجمل، طلع من وراهم بلطجيه. يعني الـ 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 القصه احنا فاهمينها كويس قوي. المهم دلوقتي ان احنا عايزين الدوله بتاعتنا تعترف في ثوره ولا مفيش ثوره. مفيش ثوره تعترف وتقول ان مفيش ثوره حصلت. تمام. في ثوره يبقى هم اللي يختصموا الناس دي، وعلى راسهم توفيق عكاشه ان هو بيدعو الناس ان هم ينقلبوا على الثوره، ان هم يعملوا فتنه، يعملوا فريق. توفيق عكاشه مش لوحده، هو والمجموعه من الناس يعني اللي بينادوا بالمليونيات المناهضه للمجلس العسكري. هم بيستخدموه راس حربه. تمام. هو اللي عامل اعلانات ليه؟ اول مره اشوف مليونيه يتعمل لها اعلانات بصراحه في التلفزيون. تمام. قناته عماله مش عايز اقول الفاظ ما ينفعش تتقال على وسائل الاعلام، لكن قناته شغاله للثورات المضاده. هي مش هتغير من وضع الثوره حاجه، لكن ده ممكن يحصل قتال ما بين فئات الشعب، اللي فئتين الشعب
الشعب اللي مش فاهمين. طيب يعني هو ممكن يحصل اللي انت بتتكلم فيه ده، ولكن لو هنبص الموضوع من ناحية تانية خالص دلوقتي، انت عندك حق كامل في التعبير عن رأيك، معتصم في ميدان التحرير، وهو كمان عنده الحق ان هو يعبر عن رأيه، وانت انت بتمثل الثورة اللي نادت بالعدالة والحرية والديمقراطية، فالمفروض ان انت تبقى محترم رأيه حتى لو انت ضد. انا مش غيران من اللي هو بيعمله، انا بأشير ان في مكمن خطورة جامد جدا هيقع على الدولة مش على ميدان التحرير. ميدان التحرير يقف يعني انت مش ضد انه ان حد يعبر عن رأيه ويبقى ضدك، لكن ضد انه يبقى ده حاصل بشكل مرتب زي ما انت بتتخيل يعني. وانا هنا يعني انا بقول ايه، المفروض ان الثورة واخدة شرعية، صح ولا غلط؟ المفروض ان الثورة واخدة شرعية، يبقى اذا اللي بيعيب فيها كأنه بيعيب في مصر، يا اما مصر ذات نفسها ممثلة في الحكومة بتاعتها تقول ما فيش يا جماعة ثورة اتعملت، تمام بس كده. كنا معاكم النهارده من ميدان التحرير في مليونية رد حق الشهيد. زي ما شفنا الميدان النهارده على الرغم من الاعداد مش كبيرة قوي، ولكن كانت اعداد لا بأس بها من المسيرات، يعني في مسيرة بدأت من مصطفى محمود اتحركت في شوارع كتير محيطة بميدان التحرير، وفي النهاية وصلت لميدان التحرير، ومسيرة تانية كانت عبارة عن جنازة رمزية للشهداء، شايلين اكفان رمزية وبيطالبوا بحق الشهداء من خلال المسيرة اللي وصلوا بيها لأطراف شارع محمد محمود من ميدان التحرير. وكان طبعا الحواجز اللي عاملينها الثوار موجودة، وكانوا بيمنعوا أي حد عايز يدخل أكتر من كده عشان ما يوصلوش للجدار اللي مبني من قبل قوات الداخلية وقوات الجيش لحماية وزارة الداخلية، وما يتهمش الثوار بأن هما بيحاولوا يقتحموا الوزارة ويحصل أي عنف تاني. بعد كده اتكلمنا مع أم شهيد وشفنا زيها كتير طول الوقت في ميدان التحرير. الميدان النهاردة كان مليء بأهالي الشهداء والناس اللي كلهم يعني بيطالبوا بحق الشهداء دول، سواء شهداء محمد محمود او شهداء ما قبل معركة محمد محمود. خليكم معنا دايما، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.